في كأس العالم 2022 الاتحاد الإسباني يعلن رحيل إنريكي بعد السقوط أمام المنتخب المغربي. ما القصة؟ هيا لنبدأ. وجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر للويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وكامل طاقمه التدريبي على مدى السنوات القليلة الماضية التي تولى خلالها قيادة المنتخب. أصدر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا أعلن من خلاله رحيل إنريكي، وذلك بعدما ودع المنتخب الإسباني كأس العالم من دور 16 عقب الهزيمة أمام أسود الأطلس بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0، وطالب قطاع عريض من الجماهير الإسبانية برحيل إنريكي عن القيادة الفنية للماتادور بعد الخسارة أمام منتخبنا المغربي ووداع بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر تستمر حتى 18 من ديسمبر الجاري. خرج منتخب إسبانيا من منافسات كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف. أجرت صحيفة ماركا الإسبانية استطلاع رأي حول مستقبل لويس إنريكي مع منتخب إسبانيا بعد الخروج من كأس العالم 2022، وشارك فيه أكثر من 4 ملايين مشجع حسم موقف المدرب الوطني في مقعد القيادة الفنية للماتادور. أضافت الصحيفة أن 77% ممن شاركوا في عملية الاستفتاء طلبوا برحيل لويس إنريكي عن تدريب إسبانيا بعد خيبة الأمل الكبيرة بالخروج من كأس العالم 2022.